نشوفوا الأمطار الأخيرة ونصف 2022 ميلادية. يتشرف قديمكم الأوفى رئيس مجلس مقاطعة السواني أن يتقدم أصالة عن يسير الجوالة. ها؟ لجنة يسير الجوالة. أيدنا مصلحة للمراقبة وزدنا مصلحة أخرى الشير واحد القضية اللي جاية. المشكل اللي يعاني منه المواطن ديال مقاطعة سواني أو بالصعيد على مدينة طنجة، يعني ماشي غير مقاطعة سواني ولكن اللي مضرورة بزاف مقاطعة سواني، كذلك عندنا حنايا بالنسبة للقنوات ديال الماء الشارب، عندنا القنوات ديال الماء الشارب بحال اللي قلت لهم الشركة المعنية أنها هاد القنوات من العهد وقيل هاد الخلق ديالي من الستينات. إذن حنايا بالنسبة للساكنة، أنا بالنسبة لي مواطنة من الساكنة ديال حي مبروكة، احنا كنعاني وأنا شخصيا كنعاني، ولأن إذا عملتي فتحتي الدوش خصك تشد الماء كامل وكيبقى ديك مثلا السخان ديال الماء كيبقى كيطلق الرائحة ديال الغاز لأن الماء ما كيوصلوش، هذا خطر وماشي غير أنا اللي كنعاني منه، الساكنة كاملة ملي عملنا شكايات كثيرة أن الماء ما كيطلعش للطبق الثاني أو للطبق الثالث، ما كيطلعش ما كيوصلناش الماء. ملي عملنا شكايات قال لك بأنه هما ملي كيزيدوا في الجهد ديال الماء القنوات كينفجروا. إذن حنايا في 2022 وعندنا القنوات ديال عهد الاستعمار، هذوك القنوات من عهد الاستعمار هما كاينين، يعني ما كاينش التجديد، كتستنزف المواطن بالفاتورة الغالية وفي النهاية ما كتعطيناش حنايا الجودة. وعاد الإنارة ديال الأزقة، الإنارة ضئيلة جدا، يعني خصها تكون واحد الإنارة قوية، إذا خرج الإنسان بالليل ما كيشوفش صاحبه قبالته، ما كيشوفوش. وحنايا عندنا واحد المشكل عويص أن الإنسان كيتعرض في الليل للسرقة وكيتعرض بزاف ديال الحالات، الناس اللي كتعاني كتمشي كتخرج بالليل كتخدم أو لا كتدخل معطلة، يعني كيعاني والمشكل ضئيلة في الإنارة.